السلام عليكم ورحمة الله، برحب بالجميع في كل مكان. أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات كوليكشن، برحب بكل متابعي القناة. النهاردة إن شاء الله زي ما احنا شايفين هنشتغل مع بعض باترون حلو جدا ومميز لعمل وردة من أسهل وأحلى الباترونات. وردة سريعة قوي ما بتاخدش أي وقت، إن شاء الله بتمنى تعجبكم. وطبعا على الفيديو السابق كنا اشتغلنا مع بعض قاعدة للورود عبارة عن أوراق شجر متصلة كده، سطرين سهلين قوي، واشتغلت معاكم خطوه بخطوه. تقدري طبعا تستخدميها كقاعده لاي باترون من الورود، مش شرط الباترون اللي هنستخدمه النهارده، ولكن اي باترون تقدري تستخدميها كقاعده، وشايفه قد ايه شكلها حلو ومميز. طبعا لو ما شفتيش التطبيق ده معايا او بتتابعيني لاول مره، هتلاقي الفيديو موجود ومتوفر على اول تعليق مثبت تحت الفيديو، اضافه الى كل لينكات التواصل والصفحه الرئيسيه اللي من خلالها تقدري تتابعي كل الاشغال والتطبيقات اللي نزلناها مع بعض. اما دلوقتي خلينا نشوف الادوات وطريقه التطبيق لباترون النهارده. الادوات اللي هستخدمها، هشتغل على خيوط المكرميه الكريستال الفرنساوي الرفيعه. طبعا نفس التطبيق تقدري تستخدمي اي خامه متوفره عندك وحابه تشتغلي منها، مش لازم ابدا تلتزمي بالخامه اللي هشتغل بيها. والخيوط اللي عندي دي هستخدم عليها ابره رقم 3 مليمتر، هحتاج لابره التنظيف وللمقص. اول خطوة هنبتدي نعملها، هنشتغل حلقة البداية، بسحب من الخيط واحد اتنين وبشد طرف الخيط، وبعد كده هرتفع على البداية باتنين وخمسين غرزة سلسلة، هسحب من الخيط بالشكل ده كده وابتدي اطلع من الحلقة اللي على الابرة، وهرتفع بنفس الطريقة واعد الغرز بتاعتي كويس واتأكد ان انا اشتغلت اتنين وخمسين غرزة. اشتغلت 52 سلسلة زي ما احنا شايفين مع بعض كده. بعد ما ارتفعت على السطر الاول بعدد الغرز اللي انا محتاجاه، هاجي على البداية وافوت اول سلسلة تحت الابرة على طول، وهبتدي اشتغل من السلسلة رقم 2. شايفين مش هشتغل على الاولى، لا هشتغل على سلسلة رقم 2. هسحب غرزة حشو، بسحب الخيط معايا حلقتين الغرزة البسيطة وهطلع منها. بعد كده هرتفع بخمسة سلسلة، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وهاجي على الدور وافوت واحد اتنين، وفي الغرزة رقم تلاتة هدخل واشتغل غرزة حشو، بسحب الخيط معايا حلقتين على الابرة هسحبهم بالشكل ده كده. شايفين اتكون معايا فراغ الخمس سلاسل، وهو ده الفراغ اللي انا هكرره على مدار الدور كله. كل مرة بنعمل ايه؟ هنرتفع خمس سلاسل، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، باجي على الدور الرئيسي وافوت واحد اتنين، وفي الغرزة رقم تلاتة بدخل واشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها. وبالتكرار بقى، واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، وافوت سلسلتين، وفي السلسلة التالتة بدخل بالشكل ده كده اشتغل غرزة حشو. وهكذا بقى هكرر على مدار الدور كله بنفس الفراغ كده، ونرجع على النهاية. وصلت للنهاية بنفس الفراغ كده زي ما احنا شايفين بعد اخر فراغ. لو عدينا الفراغات اللي على السطر معانا تقريبا 17 فراغ، تمام كده. كده يبقى انتهى الدور بتاعي، وهبتدي على الدور الجديد. ارتفع بسلسلة بالشكل ده كده والف السطر بتاعي، وعلى اول فراغ على طول شايفين هدخل جوه الفراغ نفسه بالشكل ده كده، وهسحب الخيط هشتغل من نفس الغرزة البسيطة غرزة حشو حلقتين وبطلع منها. بعد كده هرتفع بسلسلة واحدة، وعلى نفس الفراغ ده هكون سبعة غرزة عمود بلفة، فهلف الخيط على الابرة وهدخل بالشكل ده كده واسحب الخيط، معايا ثلاث حلقات هشتغلهم حلقتين في حلقتين. كده العمود الاول المفروض هشتغل سبع اعمدة بنفس الطريقة، فبلف الخيط وكرر جوه الفراغ وبسحب الخيط، معايا ثلاث حلقات هشتغلهم حلقتين في حلقتين. كده العمود رقم اتنين، تلاتة، اربعة، خمسة، ستة، والعمود السابع بالشكل ده كده اشتغلت سبع اعمدة، تمام كده. بعد كده بعد العمود السابع اخد سلسلة فراغ، واجي على نفس الفراغ هو هو، هدخل مرة تانية بس المرة دي هشتغل غرزة حشو الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها. زي ما احنا شايفين مع بعض كده جوه الفراغ احنا اشتغلنا ايه؟ اشتغلنا حشو سلسلة سبع اعمدة سلسلة حشو. هو ده التكرار اللي هنكرره على مدار الفراغات اللي معانا كلها. كل فراغ هيقابلنا هنشتغل بنفس الطريقة. اذا من الفراغ اللي احنا موجودين عليه كده هروح على طول على الفراغ اللي عليه الدور تحت الخمس سلاسل، وهسحب الخيط وهشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها.
ثم هرتفع بسلسلة واحدة، وفي نفس الفراغ ده هرجع اكون 7 اعمدة، بلف الخيط وادخل جوه الفراغ واسحب معايا 3 حلقات، المرة دي هشتغلهم حلقتين في حلقتين، وهكرر ادي العمود رقم 2 3 4 5 6 7. بعد ما اشتغلت 7 اعمدة كده هاخد سلسلة واشتغل غرزة الحشو على نفس الفراغ. اذا بنفس التكرار زي ما احنا شايفين كل بتلة معايا بتتكون من حشو سلسلة 7 اعمدة سلسلة حشو بالشكل ده. هكرر كمان مرة، بنيجي على الفراغ اللي جاي وعليه الدور، تحت الخمس سلاسل هسحب غرزة حشو سلسلة والف الخيط، وعلى الفراغ ده هكون 7 عمود بلف بالشكل ده كده. اشتغلت 7 غرزة عمود بلفة جوه الفراغ، فهاجي بقى اخد سلسلة بالشكل ده كده، وعلى نفس المكان اشتغل غرزة حشو من الغرزة البسيطة حلقتين وبطلع منها. زي ما احنا شايفين بقى بنفس التكرار كده هنكرر على كل فراغ من قبله لحد النهاية. شايفين اشتغلت على كل الفراغات بنفس الطريقة كده، وبعد اخر فراغ هاجي هنا بعد اخر غرزة حشو اشتغلتها على الفراغ نفسه، هبتدي اعمل ايه، اخد سلسلة تأمين وارفع الخيط وهقصه واخلي الخيط ده بزيادة شوية علشان هقفل بيه القطعة. وفي المرحلة دي هاجي على خيط البداية، خيط البداية مش الخيط اللي احنا سبناه على النهاية الفتلة الطويلة، لا خيط البداية تمام كده اللي هي بعد حلقة البداية. هنا كده هبتدي اظلمها على ابرة التنظيف، وهاجي على اول بتلة اشتغلتها هبتدي اتنيها بالشكل ده كده تمام، وهثبتها بالفتلة نفسها اللي هي فتلة البداية بالشكل اللي احنا شايفينه تمام كده. هاخد غرزتين تثبيت، وبعدين الزيادة دي هتخلص منها وهقصها تمام. دلوقتي هعمل ايه، هاجي بقى على خيط النهاية اللي هو الفتلة الطويلة اللي انا سبتها، وابتدي اضمها مرة تانية على ابرة التنظيف زي ما احنا شايفين بالشكل ده كده، وهاجي بقى اسيب ابرة التنظيف كده وهاجي على البتلة اللي انا تنيتها على البداية، وابتدي ان انا الف البتلات بتاعتي داير ما يدور بالشكل ده كده، اعمل بيها دايرة زي ما احنا شايفين. كل ما هتعملي كده هتتكون معانا الوردة بكل سهولة، البتلات بتلف حوالين بعضها بالشكل ده كده لحد ما بنوصل على اخر بتلة تمام. همسك بقى ابرة التنظيف اللي في النهاية كده واقلب القطعة من ورا، وابتدي اثبتها بخياطة عادية خالص، تكون خياطة واسعة يعني ما شدش الخيط بتاعي قوي، لاني طبعا هخيط من الشمال لليمين، ده لاني انا هثبت القطع على الدايرة اللي انا اشتغلتها، فيعتبر ان انا بحافظ على قطر الدايرة اللي انا عملته لنفسي. فزي ما احنا شايفين باخد كده غرزة من الشمال وغرزة من اليمين، مش لازم يكون بالتساوي ولا قدام بعض، لكن هو مجرد بس خياطة زي شايفين خياطة واسعة بس بنشبك بيها الشكل اللي احنا عملناه. وزي ما احنا شايفين كده في المرحلة دي بتبقى انتهت معايا القطعة، اتثبتت من ورا واخدت الشكل بتاعها. وطبعا في المرحلة دي بنقدر نستخدم القاعدة، القاعدة اللي من ورق الشجر دي قاعدة سهلة جدا، اشتغلتها معاكم من سطرين على الفيديو السابق، لو ما شفتهوش معايا متوفر وموجود هتلاقيه على اول تعليق مثبت تحت الفيديو. طبعا القاعدة دي مناسبة جدا لاي باترون من الورود هتشتغليه، زي الباترون اللي اشتغلناه النهاردة كده، كل احنا بنعمله بقى ثبته بخياطة عادية بالشكل ده كده او حتى بمسدس الشمع وتبقى القطعة جاهزة معايا.
وبكده يبقى انتهى تطبيق النهارده. زي ما احنا شايفين قد ايه من التطبيقات الحلوه جدا. اتمنى تكون حلقه النهارده كانت مفيده وعجبتكم، وتقدروا تجربوا الباترون معايا. ويا ريت كل اللي استفاد ما ينساش يعملي لايك اذا بتتابعوني او بتشوفوني لاول مره وحابين تكونوا معايا على القناه. ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب او اشتراك عشان تشوفوا كل جديد على قناه كوليكشن، وفعلوا شاره الجرس يوصلكم كل جديد. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.